السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في ميكرو لالا بلوس. اليوم غادي نخرج للشوارع المغربية ونسول واحد سؤال النساء المغربيات الحنينات والقلب البيض والقلب الكبير. إلى راجلك مريض وقالك الطبيب باش يبرى خصو يتزوج مرة تانية، واش تقبلي ولا لا؟ نشوفوا الأجوبة ديالهم. السلام عليكم لالا. السلام. إلى راجلك مسكين مريض وقاله الطبيب باش تبرى خصك تتزوج مرة تانية، تخلي تزوج ولا لا؟ ولكن غايبرى ماشي مشكل. الا كان غيبرى تخليه يتزوج، نخليه مره ثانيه، وعلاش لا؟ القلب الكبيره خليها اختي، ويلي على ود صحته نخليه. عيني في عينك هكا. عيني في عينك هكا والله لا تنخلي. لا مريض ومريض ما نخليش يتزوج، انا غنوقف معاه نخليه يتزوج. القلب الكبير اش غندير؟ ما تقوليش لا سير بدل الطبيب، لا ما هادشي ما منوش. لا تخطبي ليه؟ اه نخطب ليه. سكنيها معاك؟ اه عادي، ما كاين حتى شي مشكل. طبيعة الحال لا ما يمكنش. تحب تقول بطبيعة الحال؟ اه لا لا مريض. انا المهم كان الراي ديالي لا، روحت ما مجوجاش. اش نقول لك؟ اش غتزوجي غتكون حاجه اخرى ياك؟ ايوا الواقع ماشي بحال ما تغيريش عليه. ولكن غير صح ربي باغي بحال هكاك نتزوج. وي خليه. شد التسامح اللي كاين في المغرب، اللي سولتك كتقولي نخليه دوك تخليه. انا اوكان بروبليم. وي الا كان غادي يصح وغادي يرجع بخير تمام. تخطبي لي ونخطب ليه ونمشي نجوجو وكلش، والله وندي اجر مع الله عز وجل. ما عرفتي داك الاجر ما عرفتي، يزيد نكبر في عيني ويزيد يبغيني كثار ويزيد. غنتعاون معاه اش غندير؟ تعاوني تخطبي لي يقد بي راسو، ماشي غن مادة داكشي انا اللي غنمشي خاصو. الا كان عنده الفلوس يقد براسو صافي. دابا المشكل ديال الفلوس وصافي. الفلوس ما تغيريش عليه هانية. واخا ربيتي ولادي غنغير عليه، هو ضروري الطبيب باغي قال لك صح. اش غن الا كانت مسألة حياة او موت؟ ما قلتش عليه، واخا مسألة حياة او موت وكاين الشك غتغيري عليه. واه صراحة ما نكذبش عليك، انا مزوجة بصفتي، انا حيت مزوجة هو نهضر على راسي ما نقدرش. لا علاش ما تقوليش مثلا بدل الطبيب؟ بدل الطبيب شفت الطبيب اخر وي ولا كاين اللي قالوا لي كاملين المهم هضره نفس الهضره اللي موت كاع بلا ما يتزوج عليا. لا 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 انا فهادشي ما عنديش مشكل، الا بغيت تزوج ما عنديش مشكل، هو الا بغى، الا ما بغاش بغى يموت يموت الله يرحمه. ولا تبغاه هي اكثر هو داكشي. شوفوا الله سبحانه وتعالى اش مقسمني ديك الساعه، الساعه مشيتي فيها والغلطه درتيها.